أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: بعض طلاب العلم يقول إن السنة هو السلام على أهل المجلس وهم قعود، أي مصافحتهم قعودا. إيش؟ هذا سائم يقول سلمك الله أن بعض طلاب العلم يقول إن السنة هو السلام على أهل المجلس وهم قعود، أي مصافحتهم وهم قعود. حسب العادة، شيخ الإسلام يقول إذا لم تقم له، ما هو عالم وله ولي أمر وله والد وله من الذين يشرع القيام لهم، لكن ومن عادة من عامة الناس، لكن لو لم تقم له يصير في نفس الشيء ويبغضك ولا يحز في نفسه، دفعا للمفسدة تقوم لا بأس، إذا خشيت أنه يتأثر أو أنه تقوم دفعا للضرر. نعم.